أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام وجمعة مباركة. خلال يوم الغد إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب سحب سفلى ستخص تقريبا جل المناطق الشمالية، احتمال بعض الأمطار المتفرقة على السواحل الغربية وكذلك السواحل الشرقية، هبوب رياح قوية على السواحل بإمكانها أن تصل لغاية 60 كيلومتر في الساعة. السحب ستلتحق على المرتفعات والهضاب، تكون أكثر كثافة على شمال الصحراء ومنطقة الواحات، احتمال لبعض الأمطار المتفرقة ضمن الطيارة الجنوبية الغربية، كذلك سحب ستنتشر على مناطق الجنوب الغربي. خلال ليلة اليوم وخاصة صباح الغد ننتظر 5 درجات فقط على صعيد والبيض، 12 درجة على السواحل، 8 درجات على بشار، 10 درجات على الصحراء الوسطى، 17 درجة كالمقياس على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة العظمى ستعرف تراجع، طقس بارد على المرتفعات والهضاب، 10 درجات فقط على البيض، 12 درجة على تيارت والجلفة، 14 درجة على كل من ميلا سطيف، كذلك قسنطينة، مقاييس ما بين 19 إلى 18 على السواحل، 21 درجة على ولاية بشار، 26 درجة على كل من تندوف، بن عباس، إن صلاح، تمن راست، 32 درجة كان المقياس على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى كثير الاضطراب على السواحل الشرقية، مضطرب على السواحل الوسطى والسواحل الغربية، رياح قوية غربا وشرقا تصل لغاية 50 كيلومتر في الساعة، تبقى معتدلة على السواحل الوسطى. ثلوج ستتهطل خلال يوم الغد ستخص كل من فيينا وكذلك كييف مع درجة واحدة فوق الصفر، طقس بارد على برلين وموسكو مع 6 درجات دون الصفر، رياح قوية على اسطنبول مع 18 درجة، أمطار على روما مع 17 درجة، لكن على غرب القارة على كل من لندن باريس مدريد ولشبونة في الأجواء تبقى صحوة مع 3 درجات فقط على لندن وباريس، لكن مقاييس ما بين 10 درجات لغاية 14 درجة على كل من مدريد ولشبونة. غروب الشمس ليوم الغد إن شاء الله نهاية الأسبوع على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 5:32 مساء. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان.